حورس 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 حورس. وزي ما قلت لكم النهاردة إقبال جماهير كبير جدا جدا جدا. كل الجماهير المصرية في المدرج جايين ورا نجمنا الكبير حورس، كل لابس تيشيرتات مكتوب عليها حورس، وكل في المدرج عمال بينده وبيهتف باسم حورس. ده بسم الله ما شاء الله ولا نهائي أمم أفريقيا يا كابتن. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله، ما تقلقوش. اصل انت مش عارف انت هتقابل مين في النهائي. بقولك ايه، انا غالب 3 ابطال عالم، ايا كان مين في النهائي هاكل دماغه. طب قابل. اسود النايل، سلام عليك. البس البس يا ابن المجنونه، ده كرم جابر. مش انت كنت عايز تسافر؟ اهو دي اللي هيسفرك. مش عايز اروح في حته، ده هيتم روسيان. كن كالماء يا صديقي. ايه يا ابن الهبل ده، انا بقول عايز اضحك على الناس. يلا شهد الله يا ام اشلام. ممكن يا كابتن بعد اذنك ثانيه؟ بعد اذنك. ايه يا ابو الكباتن؟ في ايه؟ نعم يا بطل. هي الدنيا جرى فيها ايه يا ابو الكباتن؟ انت هتلعب الماتش ده هتستفاد ايه؟ هتستفاديك شايف الوضع يعني، في ايه؟ انا عايز العب الماتش ده عشان القرشين، عشان خاطر عايز اسافر وخاطر ما اتحبس. بص يا بطل، دي بطوله مصارعه روماني. يعني انا اي بطوله مصارعه بخش اخدها على طول. حتى لو بطوله رمضانيه. والله والله عايزك تلعب بقى. طب انا بعد اذنك عايز اسافر. ما انت لو لعبتني انا مش هسافر. وانا كمان يا بطل عايز اسافر. ما انت بتلف العالم كله يا كابتن. بس انا لسه ما روحتش امريكا. ما روحتش امريكا؟ عايز اروح امريكا. هتروح؟ عايز تروحها؟ هتروحها دلوقتي. يوب جايالك على التبطاب. هتروحها دلوقتي. هتروحها دلوقتي. ثانيه، مش هتاخد ثانيه. ازيك يا عم محمد؟ خدوا واحدة. يا خبر أبيض، وحورس سحب على البساط، وده كأننا نعرف. وانزل في النص عمود. اسلم وانزل في النص وانت بتلعب صلح؟ ايه مات، هتوحشني. لا حلقة. انا حرص صعبان عليا قوي. وانا كمان صعبان عليا، بس هو ندل. ماشي ندل، بس مش لازم يموت. ايوه بس يتفرك في الارض كده، يطحن يفعكوا في الارض. ماشي بس مش لازم يموت يا عم. مش هيموت، دي رياضه يا عم.
حورس 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 قديم قوي الشغل اللي انتوا بتعملوه ده، قديم قوي. ولو وقعت فيكوا ذكر يجي مكاني حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا. قديم قوي الشغل بتاع حورس ده، انا كابتن كرم جابر، مش اي حد يا ولا. قوم يا فاشل، قوم يا فاشل يا ابن فاشلة. يا رب يا رب يا جدعان. يا كونو انا حورس صعبان عليا قوي، هنسيبه كده ولا ايه؟ يعني هنعمل له ايه يعني يا بكتيريا؟ هننزل نتضرب مكانه؟ فكر يا كونو، انت ما بتغلبش. افكر ايه يا ابني بس ولا من الإيمان يا جماعة، عايز المكان يبرق. أي ورقة ألاقيها على الأرض كل واحد فيكم خصم 3 أيام، فاهمين ولا لا؟ وبالنسبة للحيوانات، ما شوفش قطة، كابتن كرم ما بيحبش القطط. ها لقيتها يا بكتيريا. ايه يلا يا جماعه كله معايا، القطه المشمشيه. القطه المشمشيه حلوه بس شايه، حلوه بس شايه. نطت حته نطه، نطت حته نطه. خطفت ورك البطه، خطفت ورك البطه. سوسو زعلانة، سوسو زعلانة. هي دي غلطانة، هي دي غلطانة. مفتوحة شوية، مفتوحة شوية. افتح يا شيوخ.
فخور جدا 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 ببطلنا العالمي حورس. لحظة جميلة جدا مش هتقدر تنساها والله حورس. ألف ألف شكر للجمهور الكبير اللي حاضر النهاردة، شكرا لكل المسؤولين اللي قاموا بتنظيم البطولة العالمية دي باسم مصر. بشكر كل المسؤولين هنا في الصالة، بشكر كل المسؤولين في اتحاد المصارعة المصري، وأيضا كل الشكر لرجال الأمن اللي ساهموا معانا في نجاح هذه البطولة. سيداتي أنسات سادتي، أنا سعيد جدا كنت معاكم في البطولة النهاردة وعلى مدى أيام البطولة كلها، إنما أنا الحقيقة مضطر أترككم بقى وحمشي عشان عندي مباراة في الدوري العام، يعني تسمحوا لي أروح عشان أعلق عليها. بشكركم وخالص تحياتي مصطفى الكيلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرفول بقى يا جدعان على بعضيكوا، هتروحوا الجنة بألف سلامة. احنا رايحين ومش راجعين إن شاء الله. طب كويس إنك قلت لي برضو. خد أكونة كيلو لب أسمر هيعجبك، مش هتلاقي زيه في أمريكا أصلاً. الكابتن اللي بياكل لب في أمريكا بيتقبض عليه، بس هدية مقبولة يا كابتن بطريق. متشكرين يا عمري. على السادة المسافرين إلى مطار نيويورك التوجه إلى بوابة 7. طيب يا ولاد، تروحوا وترجعوا بألف سلامة. وخلوا بالكم من بعض، مش هوصيكم. ايه ده انت رايح فين يا غطان؟ انت مش هتسافر معانا؟ لا الحقيقه معلش ماليش في الهوا، انا ليا في الميه. ابقى حصلني يا حماد. حاضر يا كابتن، جاي وراك اهو. انت مش هتسافر معانا يا صندوق الرزاله؟ اني اهم حاجه عندي ان انتوا تمشوا من هنا. سلام يا حبايب. يلا عايزين حاجه رجاله، بكيرفول بقى على نفسيكوا. ها سلام يا كوتش. خد هنا بس يا ابو الكباتن، انا دلوقتي لعبت 4-5 ماتشات في البطوله وكسبتهم، الا ما شفت جنيه مكافاه. ايه يا ابني انتوا بتاكلوا الفلوس ولا ايه؟ انتوا بعد كل ماتش بتاخدوا 2000 جنيه، بتودوا الفلوس دي كلها في ايه؟ اللي انت بتقوله ده احنا ما خدناش اي حاجه، ده احنا بعد ما البطوله خلصت خدتوا مننا الترنجات. انت عبيط. انا بقول لك بعد كل ماتش حماده ده واخد 2000 جنيه اللي عامل فيها عنتر شال سيف، وده اهو الوصولات اهي. بص بقى لعبت كام ماتش، كل ماتش ب 2000 جنيه. ادي ماتش 2 3، شوف بقى كام ماتش لعبتهم يا ابن الورمه. نعم يا حماده، يا حماده. اه بحسن. يلا عايزين حاجه؟ يلا عليه العوض في الفلوس. الراجل ابو رقبه ده شكله هيضيعنا. ربنا يسترها علينا. مش مهم. طب انا لابس كده عشان انا البطل، انت لابس كده ليه؟ عشان ام البطل. في ايه يا حورس؟ يلا يا عم يلا يلا. انتوا بتزعفوا لنا يا وحاوي. اسمع مني بنيات، انت مش هتستحمل العزبة اللي هعملها فيك. اتكلم. العيان فين مكانهم؟ انا ما ينفعش اقول مكانهم، انا مش خايف. رجولة يا، عشان كده هتموت وانت راجل. سافروا في طيارة امبارح على امريكا. امريكا؟ ما تزعقش في الواد. لا زعق. وخلي بالك انت هنا تحت سيطرتي، ومش عايز اكلمك بس احتراما للجلدة اللي في عينيك. طب ايه؟ الناس اللي في الحرف ايه؟ وانت ليك عين تتكلم بعد ما ضيعت علينا السفرية؟ بعد ما اتبهدلت واتضربت في المصارعة وكان بيننا وما بين الطيارة خلاص شبر، تقوم تضيع الباسبورتات يا غبي. انتوا سبتوا معايا الباسبورتات ليه؟ اشمعنى انا يعني؟ يا ابني كنا لابسين مايوهات المصارعة يا ابني، ما فيهاش جيوب، ما ينفعش نشيل الباسبورات فيها. ماليش دعوة، انتوا برضه اللي غلطانين. فعلا احنا غلطانين ان احنا اعتمدنا على حمار زيك. خلاص بقى يا جدعان ما تزعلوش مني، ان شاء الله هخش بطولة بلياردو وهنسافر بعديها على طول. انت كمان ليك عين تهزر؟ كمان بتهزر؟ يا رب. سامعين صوت خيري جزمة؟ يطلع دلوقتي شقتنا، اعملوا ناس تانية دلوقتي غيرنا، مش عايز حد يعرف النعم. ماشي مد مد مد. يبقى انا هعملها معاك بقى. ورب يا ابا يا ابا ايوه امسك يا
انت مهم الحديد يا ايه ده سياح؟ السلام عليكم. وعليك السلام. الاستاذ نبيل شعيل، بس برضه يعني عيب وانت داخل خان الخبيلي، المنطقه ليها كبير. وانت مو خصك انت عم قلت بللم بللم بللا بللا ولا اشتري هذه المنطقه بيك. انت مهم الحديد يا تفديت ذاتي. ايه ده اللي معاك ده؟ انا طفلة صغيرة لا استطيع ان اتحدث اللغة العربية. اسكتي اسكتي يا ماما، ما تتكلم. هادي بزورتي. ليه العنف ده؟ بزورتك؟ وانت جاي تزرع هنا بزور؟ لا هادي بزورتي، كيف بقوله بالمصري؟ ضنايا. بنتك ومالها مشاعرة ليه كده؟ ادعي لها بالشفاء، عندها مرض الشعران الجلدي. ربنا يحرق لها جلدها. اللهم امين. وايه الاسود ده؟ هادي حريمي. لابسة كوتش بهدو. طب وفيها ايه؟ ما كوتش البتا لايقة العباية. انت هتلبس باتا؟ ايه ده؟ هادي حريمي. كلهم؟ لا هادي حريمي واحدة اخترتها طويلة. هادي؟ كني يدك يا عبد الهادي. اكن بس لا مؤاخذة يعني في السؤال، يعني صارف ومكلف وملبسها كوتش على العباية؟ بخ لما اقول لك بخ تبخ يا نجاح. أعطونا الطفولة، أعطوني السلام، أعطونا الطفولة. أنا أعطيك لحد ما تموتي في إيدينا. أكتم يا عيب، ده أنا راجل كبير. على نفسك، أنت بقى من حديد وقف زي يوم رفع إيدك. أيوة بس الرحمة حلوة. كنت رحمتني. فيها صرمة؟ ده الكابيتانو بردك. اكتم يا ولا كابتن ولا قرصانه. انت يا جزمه. الحقينا يا خالته. الحقينا يا خالتي. مفيش حاجه. ترى يا معلم جزمه. ايه ده ولا حاجه، دول حبايب وكنا بنلعب الزغيده. بصراحه كده الناس دي ومعاهم البت المعفنه دي واخدين مني فلوس ومش عايزين يجيبوها. انت يا اخويا مش معاك كمبيالات؟ خلاص بلغ الحكومة. انت مجنونة يا سيادة تتي، حكومة ايه؟ انت جاي تنقذينا ولا جاي تحبسينا؟ اكتم يا القمر ببقى عسلية. خلاص قال حكمه، هو واسبوع هتجيبوا الفلوس كنبيها، مش هيجيبوها هبلغ البوليس. يلا فكوا نفسكم. طب ما تفك دقيقتي بعشرينية. طيب اتقل انت دلوقتي. استنى انت، انا هبعث اجيب بيها. الله حي يا الله. شيل مش عارف ايه كميه النحس والفشل اللي احنا فيها دي. احنا ولا عارفين نسافر ولا عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل اي حاجه في حياتنا. فاكرين لما قلت لكم انها عماله تضيق قوي 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 علينا؟ اهدقت وخنقتنا. انتوا عيال متشائمه جدا، وانا مش عايز اقعد تاني مع حد متشائم، عشان انتوا قاعدين مع البطل المصري حورس، بطل مصر في المصارعه الروماني. يا عم اقعد بقى، بلا مصارعه بلا زفت. ما كلنا عارفين ان هي متطبخه حورس، في ايه؟ وبعدين انا مش هفضل قاعد مستني لما جزمه يقدم الكمبيالات للنيابه. لا انا هنزل من بكره الصبح ادور على شغل واشتغل واكسب فلوس، وهنا في البلد. انا رايح انام. وبيهددنا يعني ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى انا وانت من بكره الصبح هننزل ندور على قهوه نقعد عليها؟ بس بقى يا ابني بقى، يا ابني بقى لك شوف قد ايه غبي. اوعى في ايه؟ طيب اوعى يا عماني. انا مالي ولا انت؟ هو يا امسك السلم جامد، عارفين لو السلم زقزق هنزل افلاك وفليها. ما تخافش يا معلم. لا انا خايف. ايه ده؟
ملاك نايم، بس انت ملك وانت نايم مقلوظه كده ليه؟ تخينه قوي، ايه الحلاوه دي؟ هابا فالنتاين داي. مالك؟ خلي بالك على الحمد لله كنت طب ما تخافش يا حاج انا كويس. طب حرامي طب وانا انا شكلي تعبان. لا حول ولا قوة الا بالله، المعلم جزمه بقى عامل زي كعبول الاكول. يا حبيبي يا اخويا يا صغير على الرقده دي. طب يا حبيبي قول لي انت سمعنا ولا انت في دنيا تانيه ولا ايه؟ طب بص لو سمعنا قول لي مره واحده بس بعينيك. يا لهوي كل دي لا دي ما تخافيش على المعلم جزمه، ما تقلقيش عليه. ايه الدكتور طمني والله، قال لي انه ان شاء الله هيفك الجبس في حدود 10-15 سنة. وانت مالك انت اصلا الدكتور يقول ايه ولا يعيد ايه؟ روح يا اخويا يلا للستات بتوعك. ستات؟ استغفر الله العظيم يا رب، هو انا اعرف ستات؟ المهم امسك يا معلم جزمي، جبت لك الجوافة اللي بتحبيه. اهي هنا. طيب الله يكرم. طب هيني. طب احط فين؟ اهو هيني، هخليها هيني. الجوافة اللي انت بتحبيه. يا جوافة يا ما نفسي نقرب البعيد ونحب في الغالي. لا لا يا معلم جزمه ما تخافش على ماهي، ده ماهي دي في عيني، والدليل على كده اني هتجوزها واقعد معاكو هنا في البيت. ايوه، واذا كان يعني على حزام التكسيس اللي انا وعدتك بيه ما تخافش، انت ما بقيتش محتاجه، انت عايز نعش. نعش لما يشيلوك فيه يا بعيد. امشي يلا اطلع بره، ويا ريت ما تجيش بيتنا تاني ولا تعدي من قدام حتتنا، ويا ريت تعزل من حارتنا. ايه دي بحب فايز احمد، حرام عليك، انت مالك تقلان عليا كده ليه يا معلم جزمي؟ عشان انا خلاص يا معلم جزمه بقى في حياتي راجل تاني يا جزمه. راجل؟ طب عليا النعمه يا جزمه، لو حد قرب لك لا اقتله. يا حبيبي معلش معلش معلش. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز الدندو؟ عايز الدندو؟ عايز الدندو؟ عايز الدندو؟ ولا عمرك هتشوف الدندو. السي في بتاعك بيدل ان انت ذكي، ده حاجة بسيطة جدا يا فندم. طب اذا كان كده في سفير سابق محتاج حارس شخصي، عموما تروح انت بشكل مؤقت كده لمدة شهر شهرين لغاية ما نسد العجز اللي عندنا، وفي نفس الوقت هتاخد مرتبك مضروب في 3، يعني 3 أضعاف. انت مش بتعرف تضرب نار؟ الله يحبك، انا ما بحبش اتكلم عن امكانياتي الامنية. يبقى اتفقنا، يومين وتيجي تستلم الشغل. يا ناوي ده حبك يا ماهي مش خلاني قباهي. واخر سهلالي ايه القرف ده اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا دي مش على الوزن، انت كده خلاص ما بقتش تحبني. خلاص اوزنها لك. ماشي. ده حبك يا ماهي ايوه خلاني قباهي. ها ولبست المنجاهي يا سيدي علشانك يا ماهي. ايوه دي حلوه قوي دي. عجبتك قوي؟ يا سلام. اني ما صدقت الليل جه. لا لا يا حماده لا لا يا حماده لا. في يا ماهي؟ انت عارف ان انا بخاف من الليل قوي. ده احنا بتوع الليل واكر. وبعدين اني ما صدقت الليل جه
ورحت خدت دش. ايوه وجبت وردي نفس لون الجاكيت. طب ما انا كمان يا اخويا رحت خدت دش عشان اهدي النيرف بتاعي كده بس منك، لان انا كنت بجد متضايقه منك قوي يا حماده. ما خلاص بقى يا بنتي، في ايه؟ قلنا غلطه وندمان عليه. طب خلاص بقى، يلا 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 يا حماده، يلا سامحني. عيني يلا. جزمة رجعت تاني، كنتوا فاكرين جزمة مات وبقى موميا. لا طب استاذن، انا عيلة متجمعين ما ينفعش ابقى موجود. لا تستاذن فيه، ده انت لسه ما خدتش واجبك انت وكعبيرة. انا اول مرة اشوف فيلي يكون اخوك.